السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم كل خير. نحن الآن في أحد أنقاب المدينة وهو نقب بني دينار، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وعلى أنقاب المدينة ملائكة يحرسونها. نحن الآن في نقب بني دينار، ولا يدخلها الدجال ولا الطاعون، وهذه من فضائل المدينة، والمدينة لها حماية بدنية ودينية. والبعض يشكك في الحديث السابق ما هو منتشر في وقتنا الحالي، وباء كورونا، والرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، لكن في فرق بين الطاعون ووباء كورونا. وذكر الدكتور عبد العزيز الرفاعي أن بين الطاعون والوباء خصوص وعموم، فكل طاعون فهو وباء، وليس كل وباء هو طاعون. وذكر الدكتور عبد العزيز أن الوباء فرق كبير بينه وبين الطاعون، إنما الطاعون هو غدد، والرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، هو إلا وحي يوحى. والآن كثر الكلام عن سبل الوقاية، وهي نوعان: حسية ومعنوية. الحسية، الدولة عزها الله وكثير من الناس ركزوا على الوقاية الحسية، وهي مهمة جدا، مثل الكمامات والطرق الوقائية. والمعنوي مثل أذكار الصباح والمساء والتحصين. والإسلام يحثنا الجمع ما بين السببين. قبل الختام، أسأل الله أن يصرف الوباء عن جميع بلاد المسلمين، وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان، وأميرنا المحبوب أمير المدينة فيصل بن سلمان، الله يجزاهم عنا ألف خير على الجهود المبذولة من أجل محاربة هذا الوباء. يعطيكم ألف عافية.